وعنا اكيد بسام، بما ان اليوم الخميس و يعني تقريبا بدات عطله نهايه الاسبوع، بالفعل. في وايد انشطه الناس تحب تسويها خلال عطله نهايه الاسبوع، احنا لازم نحرص ونعرف يعني احوال الطقس الاجواء عشان نضمن، يعني بما ان الانشطه البحريه هي الغالبه على انشطه الناس اللي يسوونها اليوم، خاصه بعد قبل الدخول الى الاعوام الدراسيه القادمه وقبل انخراط الاطفال في الدراسه سواء كانت بالحضور او اونلاين، وهذا ما سوف تحسمه ان شاء الله الايام القادمه. فالايام الباقيه هذه القليله هي للاستمتاع والخروج في العطله، واليوم الاجواء ودنا نسولف فيها مع خبير الارصاد الجويه الاستاذ عيسى رمضان، وفي عندنا سؤال جدا مهم ونصبح عليك بالخير ابو احمد. يا هلا، صباح الخير. صباح الخير استاذ عيسى. استاذ عيسى، يا هلا حيا ان شاء الله. ودنا نعرف ايش كثر بقى من الوقت علشان ندش في مرحله انخفاض درجات الحراره. احنا لاحظنا بالفتره الاخيره خاصه هالاسبوع قاعد نمشي معاك اسبوع اسبوع بانخفاض درجات الحراره ونشهدها، فهل درجات الحراره هالايام في معدلاتها الطبيعيه وفي مرحله الانخفاض؟ ان شاء الله. احنا اذا تلاحظون مقارنه بالعام او العام اللي كان موجود في هالفتره هذه خلال فتره شهر اغسطس، يلاحظون ان في انخفاض في درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه اللي كانت حتى العام الماضي. العام الماضي تقريبا في هالفتره كانت 49 50، احنا قاعدين نسجل الان خلال هالايام هذه اقل من 47 درجه مئويه، فهي معدل، وهذا شيء زين بعد ما قلب الهواء الشمال. اذا تذكرون اخوي بسام واختي مناير، ان الاسبوع اللي فات يوم قاعد نتكلم عن بدايه تغير الطقس ودخول الهواء الجاف وان الرطوبه النسبيه راح تنتهي، وانتهت الرطوبه الحمد لله في فتره يتنا من غير وقتها. بعد ما بدا الهواء الشمالي الغربي، المرتفعات الجويه شوي اللي قاعد هنا من صوب اوروبا والبحر المتوسط نزلت درجه الحراره، رغم ان احنا في فتره التشريبين، الفتره هذه هي فتره حاره، فاحنا دون المعدل الان وان شاء الله راح تستمر كذلك. لذلك احنا نحس ان اجواءنا افضل بالليل واول الصبح، يعني ممتازه الاجواء. الحراره تقريبا امس وصلت الى 27 درجه مئويه في البر، يعني صوب العبدلي، صوب يعني حتى منطقه تشب، المناطق اللي ما بعدنا في المناطق الشماليه الغربيه او مثل الوفره، الحراره كانت تنخفض، وهذا الشيء يعني مشاير خير، يعني احنا قاعد نسمع ونشوف مثلا نسجل درجات حراره مثل هذه. وكذلك انخفاض الحراره احنا يعني عندنا 10 ايام وتنتهي فتره الشتيبين، بعدها عندنا شنو؟ سهيل، وهي فتره تتغير فيها الاجواء كذلك، فاحنا بدون المعدل والحمد لله الهواء الشمالي الغربي والجاف مستمر معنا في هالفتره ان شاء الله. ابو احمد، الاطفال عندنا في البيت ويمكن موجوده هذه الموضوع يمكن في كل بيوت اهل الكويت، خاصه ان الاطفال يحنون الحين على موضوع اللي هو حطوا لنا حوض. هل هذه الفتره نلحق فيها خلال هذه الفترة أن بحيث أن يسبحون في الأحواض السباحة الصغيرة اللي موجودة في البيت، ولا الموضوع بعد يعني فترة راح يدخل علينا الجو اللي احنا نسميه صفري اللي هو جو مرض؟ يعني بالعكس، احنا السنة شوف عندهم الآن من الفترة هذه إلى تقريبا شهر 9 وهي فترة صفري، بس الحرارة ترى مستمرة السنة هذه، لأن بالليل شوية الحرارة راح تنخفض بشكل سريع بعد 15 من شهر 9 اللي هو سبتمبر. نعم. شوي شوي الحرارة تنزل، فهني بالليل السباحة بالليل مثلا أو خلينا نقول قريب المغرب كذا ما ننصح فيه أبدا. إذا بالنهار شيء طبيعي عادي إنه يستمرون بالسباحة هذه. أمراض البرد والإنفلونزا غير الان كوفيد 19 هم مشكله اخرى يمكن راح تصادفنا في شهر 9، فلازم ناخذ حذرنا من هذا الشيء. السباحه تكون في النهار، وكذلك الواحد يجفف جسمه بشكل سريع، لان هي فتره فعلا انخفاض الحراره ودرجه الحراره اللي هي تكون مناسبه لزياده الفيروسات والبكتيريا تساعد انها تزيد في شهر 9. عندهم الفتره هذه يقدرون يستمتعون، بس انا افضل انه يكون في هناك ظل زين على مثل المنطقه اللي هم راح يسبحون فيها، وشيء ضروري جدا في فتره الظهر
اساس كذلك يستمتع الطفل ولا تحوش ضربه شمس حتى في هالفتره هذه. احنا الى الان الحراره واشعه الشمس يعني تميل ولكن شبه عموديه، فتاثر كذلك على زياده ضربات الشمس وكذلك الاجهاد الحراري، واحنا ما نتمنى هذا الشيء يحصل، فيكون في منطقه مظلله تكون لها افضل كذلك. استاذ عيسى، حبينا نطمن ونطمن المشاهدين بعد عن درجات الحراره خلال عطله نهايه الاسبوع، وايضا حق الناس اللي تمارس الانشطه البحريه، يعني بالنسبة حق التيارات البحرية في المناطق الساحلية، يعني هل ما زالت تكون سريعة أو خطرة؟ نبي نعرف عن حالة البحر في يعني هذا الويكند. تذكرون يمكن أخي بسام كذلك يذكر اليوم تكلمنا الأسبوع الماضي عن التيارات المائية السريعة اللي الآن في هذه الفترة تكون خطرة جدا وتكون سريعة في مناطق معينة خاصة داخل جون الكويت، صوب رأس السالمية، صوب الدردور، تنزل هالمناطق هذه، بعدين نرجع إلى المناطق اللي هي الجنوبية، صوب الخيران، صوب جليعة، في تيارات مائية قوية خاصة صوب خور اللي هو المفتح. زين، هذه المنطقة فيها تيارات قوية، نصحنا الناس أن لا تتركون أطفالكم، يعني الآباء والأمهات يكونون مع أطفالهم، لبسونهم السباحة شيء مهم جدا. لا يعني مثل ما تفضلتوا أن كثير من الناس قاعد تطلع في هالفترة، ولكن الأهم سلامتهم. فلازم يكون يعرف يتسبح، اذا ما يكون يتسبح راح يكون واحد كبير معه وحتى ما يخلي يدخل في المياه العميقه شويه، لان التيارات المائيه حتى الان مع حركه المد والجزر وفتره الحمل تزيد هذه التيارات. ففي العطله هذه مثلا عندنا الهواء الشمالي الغربي في شويه رياح، فالموي شويه في ارتفاع كذلك، يخلون بالهم في الفتره هذه خاصه شمال راس الارض، يعني اذا طلعنا في جون الكويت شويه في موي ما بين 2 إلى 4 أقدام، ولكن بالجنوب يعني تكون افضل شوي، ولكن حتى الان نحذر عن هذه التيارات السريعه اللي موجوده عندنا، نتمنى منهم يعني دائما لا يستهينون في البحر، البحر ما هو يعني شيء سهل اذا الانسان طاح وخذ التيار الماء. نعم. بدون سباحه صعبه صراحه يكون في مثل هذه الفترات. ابو احمد، في سؤال دائما يبادر الى ذهني ويمكن هذا موجود ايضا في ذهن الساده المشاهدين، انه في بعض الاماكن في دوله الكويت تكون فيها درجة شدة الرياح أكثر من منطقة ثانية، ويصير هذا المكان صحيح. سبحان الله يعني ثابت تقريبا، شنو تفسيرك لهذه الظاهرة؟ احنا شوف طبيعة الأرض عندنا بالكويت شبه يعني مسطحة، ما عندنا صوب جال الزور والمناطق الثانية، ففي مناطق فيها كأنها سهولة تكون، زين احنا نسميها الويند كوريدور، ممر الرياح عندكم. فدائما لو تلاحظ في مناطق اللي صوب الهويمنية في شمال غرب الكويت في منطقة دائما يصير فيها الغبار، بعد مدينة الجهراء فوق قاعدة علي السالم، مناطق هذه شمالا وقبل الحدود السالمي، هذه المنطقة كذلك فيها رياح شديدة بسبب شكل الأرض. نعم، خليني أقول لك على مكان تحديدا، يعني تماما بحمد عفوا على المقاطعة، بس خليني أقول لك على مكان تحديدا، يعني لا زال ما بين مستشفى الأميري وما بين برج اللي هو في وزارة التعليم العالي، خاصة أن فترة عيالنا كانوا يروحون يخلصون أوراقهم بالنسبة لدراستهم في الخارج، هذا البرج تحديدا والشارع اللي موجود ما بينه وما بين مستشفى الأميري درجة شدة الرياح فيه كبيرة، لدرجة أنه خلاص صار الواحد حاط بباله أنه لازم يقضب غترته وملابسه لا تطير، فهذا المكان تحديدا أصبح بالنسبة لنا يشكل علامة استفهام. احنا غيرنا شكل طبيعة الأرض، فبنينا عمارات طويلة، إذا تروح شيكاغو تروح نيويورك نفس الشيء، راح تلاحظ في المناطق ذا ويندي سيتي يسمونها، ليش؟ بسبب العمارات، أنت عندك مباني الآن طويلة جدا، زين مرتفعة، ومناطق ثانية يعني تكون فيها، فالرياح لما تضرب هذه المباني العالية، هذه نفس الشيء صار ويند كوريدور، ممر للرياح، شيء تشوف المنطقة هذه، ذكرتني فيها وأنت أول ما قلتها أنا عرفت المنطقة، بس أنا ما بغيت أتكلم عن المدينة وتأثير هذه المباني في الأوربن ديزاين، تصميم المدن، احنا نصمم مدن ولكن ننسى أن في مناطق صح تسبب فيها هذه المباني أنها تجيك الرياح وتدخل بين المباني، فلما المباني هذه تغير الضغط في سرعة الرياح فتشتد الرياح أكثر وتكون سريعة، فهذا اللي تشوفه أنت تأثر عليك، فراح تستمر يعني ما راح توقف، لأن لو يبنون مبنى على غرب اللي هو التعليم العالي
زين البرج السنابل راح تشوف ان الرياح تشتد اكثر من هذا الشيء، وهذه المشكله اللي قاعد تعانيها المدن في تصميمها، ولازم نفكر شلون نصمم مدننا على حسب الشكل. استاذ شيف، في بعض المدن اللي تزورها في دول العالم ما ترفع مبانيها عن 5 أدوار خوفا من هذه الرياح، خاصه اذا كانت قرب المطارات. يعني اذا تكون عند المطار دائما يحطون بالهم، يسووا لهم تجارب ان لا تاثر على هذه المباني العاليه على حركه اللولبيه للرياح، وتاثر كذلك على الهبوط والاقلاع. فمهم جدا ان ندرس لما نبني هذه المباني عشان لا تسبب مثل الحاله اللي تشوفها اخوي بسام وانت تمر، ولا القطره طائره، ولا الانسان الاخبار اللي قاعد يحوش. الحديث معك دائما ممتع وشيق، واحنا نترقب دائما اللقاء معك الخميس. شكرا لك الاستاذ عيسى رمضان، خبير الاقتصاد الجويه، في وجودك معنا في العالم. تحياتنا لك يا ابو احمد، مع السلامه. حياكم الله.